السلام مصري. لن تنقطع جهود مصر دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة على أرضهم بسلام، ولأنه كان من الضروري أن يسمع العالم صوت الفلسطينيين أنفسهم يطالبون بحقوقهم بعد حرب عام 1948. عملت القاهرة على بلورة الكيان السياسي الفلسطيني وفتح أبواب المحافل الدولية أمامه. بدأت المساعي المصرية في استصدار قرار من جامعة الدول العربية عام 1952 باعتبار المندوب الفلسطيني في الجامعة ليس مندوباً عن عرب فلسطين وحدهم، بل عن فلسطين بأكملها. كما أسهمت مصر في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية لتكون ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني. وفي مؤتمر القمة العربي الأول الذي استضافته القاهرة عام 1964 تكللت جهود الرئيس جمال عبد الناصر بتكليف السياسي الفلسطيني أحمد الشقيري بوضع مشروع لميثاق المنظمة الفلسطينية ونظامها الأساسي. بعد نصر أكتوبر عام 1973 نال الحق الفلسطيني دفعة قوية أخرى، فشهد مؤتمر القمة العربية في الدار البيضاء عام 1974 إجماعاً على دعم منظمة التحرير الفلسطينية لإقامة سلطة وطنية مستقلة على أراضي فلسطين. وانطلاقاً من القاهرة ذهب ياسر عرفات إلى نيويورك في نوفمبر عام 1974، ووقف لأول مرة في الأمم المتحدة مخاطباً قادة العالم قائلاً: لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، إن الحرب تندلع في فلسطين، لكن السلام يبدأ أيضاً من فلسطين. وفي عام 1976 تقدمت مصر بمذكرة إلى القمة العربية في تونس لقبول فلسطين عضواً كامل العضوية في جامعة الدول العربية، فوافق مجلس الجامعة بالإجماع على المبادرة المصرية.